كنشكر الفريق ديال شوف تي في على الاستضافه ديالو للعائله ديال مريم امجون. مريم امجون ماشي فقط شرفات العائله ديالها بل شرفات المغاربه اجمعين، ومن هذا المنبر هذا كنهدي هذا التتويج ديال مريم لكافه الشعب المغربي، وكنتمنى ان شاء الله يكون هذه المناسبه فرصه لزرع حب القراءه في الطفوله او في نفوس الطفوله المغربيه. بالنسبه لمريم حاليا السن ديالها 9 سنوات، بحكم العمل ديال الاب ديالها كاستاذ بكالوريا في ماده الفلسفه والام ديالها كاستاذه ديال بكالوريا في العلوم الطبيعيه، فكانت من الصغار ديالها يعني الكتب عندها ان امبيراتيف في الدار، يعني الكتب عندنا في البيت بشكل مستمر. فقبل ان تتعلم مريم القراءه والكتابه كانت دائمة يعني الحب للقراءة، كانت كتاخذ الكتب ديال الاهل ديالها الاب والام ديالها وديالي، وكانت كتصفح الكتب وكتشوف الصور وكانت دائما تطرح الاسئلة. فبالتالي من خلال هذا الشغف اللي بان عندها حتى قبل تعلم الكتابة والقراءة، اكتشفت العائلة ديالها الصغيرة ان عندها شغف كبير بالقراءة وحب المعرفة. فاحنا من الصغار ديالها يعني بداو كنشريو لها قصص، وشفنا ان عندها سرعة بديهة كبيرة بزاف، وعندها سرعة ديال التحليل وفهم سريع جدا للقصص اللي كانت كتدرس. من بعد هذا الامر هذا ولنا كنشريو لها مجموعه ديال القصص اللي تلائم للعمر ديالها، ومع الوقت اكتشفنا انها يعني تتجاوز العمر ديالها بمراحل كبيره وكبيره جدا. بدينا كنرفعوا المستوى ديال القراءه ديالها بقصص اخرى، وخصوصا مع التعلم ديالها للغه يعني للقراءه والكتابه، ولا عندها الكتاب رفيق يومي في البيت، يعني من غير الكتاب المدرسي وفقط نفتح لنا قوس انها راه دائما الاولى في المؤسسه اللي كتقرا فيها، لا في القسم لا في المؤسسه، كانت دائما يعني في المشوار الدراسي ديالها ناجحه. وكما قلت الكتاب كان رفيق ديالها بشكل يومي في المنزل عندنا، يعني هذا الشغف ديالها بالكتاب خلى حتى الهدايا اللي كنقدموا لها في مناسبات عيد ميلاد او في اي مناسبه كيكون كتاب دائما. فبالتالي هذا الحب ديالها للقراءه اللي تطور من 5 سنوات ديالها خلى ان الاهل ديالها ان مجرد ما سمعوا الخبر ديال تحدي القراءه العربي بان المسابقه غتنظم فبادروا بالتسجيل ديالها، ودفعوها انها الهوايه اللي كانت عندها اللي بدات معها من الطفوله ديالها انها تدوز للمرحله اللي من بعد منها اللي هي انه بروفيسيوناليز هذاك لو سافوار ديالها ولا ليكتور ديالها. فخدينا دوك المعايير ديال المسابقه ديال تحدي القراءه وحاولنا اننا ناخذ كتب اللي تقدر مريم تشارك بهم في هذه المسابقه هذه واللي تحترم السن ديالها. المسابقة باش تقدر انك تشارك فيها كاينه مجموعة ديال الشروط، ومنها انك تختم 50 كتاب. مريم في هذيك المرحلة الأولية ختمات أكثر من 50 كتاب في مجموعة ديال المجالات، وفي اللحظة اللي تم التتويج ديالها كبطلة ديال تحدي القراءة على المستوى ديال المملكة المغربية، ارتأى الأهل ديالها يعني الأبوان ديالها والعائلة القريبة ديالها اللي متابعين الحالة ديال مريم أننا نوسعوا المعارف ديالها، أنها تتعلم أشياء أخرى جديدة، فباش نقدروا أنه نبينوا مريم كمنتوج ثقافي فكري متميز اللي يمثل الطفولة ويمثل القرائية المغربية، فخدينا مجموعة الكتب في مجموعة ديال المجالات الثقافية. نقدر نقول لكم اليوم أن مريم شاركات ب60، لكنها في التوجد ديالها يعني في التحضير ديالها هيئت ما يقارب 200 كتاب من مجموعة ديال المشاريب المعرفية مختلفة، يعني كانت الديني التاريخي القصة العلمي الأدب العالمي، يعني كانت مجموعة المشاريب اللي تم تهيئ ديالها. من قلت الأدب العالمي أقصد مجموعة ديال الكتاب عالميين اللي خدينا تراجم ديال الكتب ديالهم اللي بالعربية، وحتى يدخلناها في التحضير للمسابقة ديال دبي. ومريم في هذه المرحلة هذه بينات قدرة هائلة جدا على أنه هذاك 200 كتاب اللي وجدنا أنها تضبطها بشكل كبير جدا، وتقدر في أي لحظة تسولها أي سؤال على أي كتاب تقدر تجاوبك بفصاحة شديدة جدا، لدرجة أنها في سن 9 سنوات بدات كتطور قدرة على النقد، انها تقرا الكتاب من الدفه للدفه وتقول لك مثلا هذا الكاتب استعمل الشخصيه الفلانيه او الشخصيه الروائيه الفلانيه في الحدث الفلاني وكان موفق او غير موفق، وتقدر تعطيك ميم تلخيص للكتاب في مده قصيره جدا، تقدر ميم تقترح عليك نهايات اخرى من غير النهايه اللي اختار الكاتب، وتقدر مثلا تقول لك الحدث الفلاني كان ممكن الكاتب يزيد يطول اكثر لان كان فيه تفاصيل اللي ما ذكرش، او ربما تقول لك كان اطناب في ذاك الحدث المعين وكان ممكن الكاتب يختصره، يعني قدرت في هذا السن المبكر انها تكون عندها نظره نقديه للكتاب المقروء، وهذا هو اللي كل مره
تمتحن فيها مريم قدام لجنة التحكيم يكتشفون أن المستوى ديالها ماشي مجرد أنها تقرأ جيدا أو تكتب جيدا والإشارة عندها خط الخط ديالها الكتابة ديالها جيدة جدا، ماشي فقط عندها هذه المميزات هذه، بل أبعد من ذلك عندها قدرة أنها دير تحليل عميق جدا لكل ما تقرأ، وتكون عندها نظرة نقدية على المقروء وتقدر تعطي فيه رأي، وبيان سور هذا بالمقومات العمر ديالها لان باقا عندها 9 سنوات. حنا كنا قبل ما تمشي لدبي كنا كنقولوا انها ملكه خصها فقط التتويج، حنا بالنسبه لنا كنا كنتظروا فقط اللحظه ديال التتويج، كان عندنا شويه تخوف من خلال التحضير ديالنا للمسابقه لانه كان واحد الهامش كيفتحوا للجمهور من خلال التصويت، كنا خايفين انه حيت ما كاينش المغاربه بزاف اللي غيكونوا حاضرين تما انه التصويت للجمهور يقدر يمشي بشكل عاطفي لمشاركين اخرين، خصوصا اذا كان مشارك من الخليج من دوله اللي قريبه تما او من الامارات يعني نفس الدوله اللي المستضيفه، ويكون تصويت عاطفي اكثر ما هو تصويت موضوعي. لكن الحمد لله للقارئ العربي بشكل عام اثبتوا ذكاء وبداها وخلوا الفرصه لمريم كامله انها باش تاخذ الحق اللي تستحق، يعني تكلاصت الاولى على مستوى الكتابي والشفهي وخذات نقطه ايضا جيده جدا على مستوى ديال التصويت ديال 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 الجمهور، وكان هذه وهذا الفوز ديال مريم لكل الاطفال المغاربه، وكنشكركم مره اخرى على الاستضافه ديالكم للعائله ديال مريم.